أن سقف المطالب هو أعلى بكثير مما ورد في تصريحات رئيس الجمهورية اليوم. بطبيعة الحال في هذا التقرير الذي تطالب به وهو تقرير موازي لتقرير لجنة المساواة والحريات فيه مطالب مثلا على سبيل المثال لا إمكانية للتخيير في المساواة، تعتبر مثلا تخيير المرأة في إما أن يترك أمواله تركته بعد ذلك تقسم وفق الشريعة الإسلامية، أو أن يختار توزيعها في حياته بالتناصف بين الذكور والإناث، فهذا مما لا سبيل إليه، لأن هذه الجمعيات ترى أن المساواة قيمة مبدئية وهي لا يمكن إلا أن تفرض باسم سلطة القانون ولا تترك لمشيئة الإنسان، لأن الإنسان لا يخير في المساواة، لا ولكن يخير في الكرامة، يعني لا على ذكر في العدالة. على ذكر هذه النقطة دكتورة أمال، يعني رئيس السبسي عندما تحدث عن هذا الأمر قال إنه يريد تجميع التوانسة للتفريق، فيعني المطالبين بهذا الأمر لماذا لا يستمعون إلى الأصوات الأخرى المعارضة كما استمعنا في التقرير الفائت التي ترفض الأمر بالأصل برمته؟ نعم، لا ننسى أننا في سياق استقطابي، منذ سنوات التحول الديمقراطي نحن لسنا مجتمعا متوازنا فيه آراء يعني معتدلة تأتي في الوسط، وإنما ما شهدناه من أزمات طيلة المسار الديمقراطي تومئ إلى وجود استقطاب حدي